أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا شيبا واشتعله رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهل أسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين
وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا أحدا فكوني إني نذرت للرحمن صوما فكوني إني نذرت للرحمن صوما أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
Thank you.
لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من وكان
رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا صدق الله.